الدولي ولايه ام تطوان نقف على هذه الاجراءات الامنيه بغيه التنزيل الامتن على ارض الواقع. غايتنا اليوم التنزيل الشهري العام هو تنزيل يندرج في اطار تعليمات المديريه استعمال جميع الوسائل المتاحه اللوجستيكيه قصد تغذيه شامله لمختلف النقاط. سيد الوالي مشكور. التامين الكلي لجميع الطلاب. الحمد لله هذه السنه كسنوات فارقه ستمر بجوانب ايضا الواجب على وجه الأكمل كما دعمنا في ذلك على جميع المستويات. أشكركم وأشكر أيضا الجسم الصحفي والإعلام بصفة عامة الذين يتعاملون معنا أيضا بنوع من التعامل الإيجابي، وهذه تعليمات ديال السيد المدير العام الوطني الذي يحث على التعامل وعلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وأيضا يتعاونون معنا أيضا في الحد من الجريمة هم كذلك المجتمع المدني وجميع المواطنين في هذه المدينه الشريفه التي هي ضد الجريمه ضد تغرغر ايضا الترويج بشكل فظيع المخدرات المؤثرات العقليه اقراص المهلكسه الكل يتعاون من اجل استتباب الامن والطمانينه والسكينه للمواطنين وشكرا لكم. جميع لكم ها لكم راحوا Ha 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 ha.
خرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.